الحرب الإسرائيلية لم تترك لا بشر ولا حجر ولا محاصيل زراعية، فبعد القصف والحرق والتدمير تحذير يوجهه أفيخاي أدرعي لسكان الجنوب: لا تعودوا إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون. أنا مزارع زيتون من منطقة النبطية. معظم المزارعين بمنطقة الجنوب ما عندهم القدرة يوصلوا لبساتينهم. موسم الزيتون هالسنة مش مثل كل سنة. لبنان عم ينحرم من نحو 22% من الإنتاج يلي بتأمنه منطقة الجنوب. بسبب الحرب الإسرائيلية عشرات آلاف المزارعين وتحديداً بمناطق مثل بنت جبال، حصبية، مرجعيون وصور نزحوا من قراهم ومش قادرين يقطفوا محصولهم. هيدا عدا عن أنه في جزء صغير من الأراضي تضرر من الحرائق أو من مادة الفوسفور الأبيض من الأزايف. بحسب وزارة الزراعة ما في إحصاء لهلأ دقيق حول الأضرار الناتجة عن الفوسفور، وهن لليوم ما قدروا يوصلوا لأخذ عينات من هالقرى وناطرين تخلص الحرب. كل ما تأخرنا بعملية الأقطاف كل ما أثرت على نوعية الزيت، وصولاً إذا تأخرنا لفترة طويلة أنه جزء من الموسم نخسره أو حتى الموسم بأكمله. بكتير مناطق بشمال جبل لبنان بالبقاع وحتى بصيدا وجزين وغيرها في معاصر شغالة، لكن الإنتاج عندهم ما بيقدر يعوض عن النقص بالإنتاج الجنوبي. حالياً سعر تنكة زيت الزيتون بالسوق هو نحو 150 دولار، فهل رح يتأثر سعره ويرتفع بسبب قلة الإنتاج؟ منطقي بقول إيه، لأنه 20-30% منطقة الجنوب بتعطي لبنان يمكن ما يقدروا يلموهن، وأكيد بدها تغلى، بس في عندك دور التجار يمكن يلعبوا بالسوق شوي أنه يجيبوا زيت من برا نوعية أخف شوي، عم يفوتوا من سوريا زيت. لبنان كان ينتج بالسنوات الأخيرة حوالي 20,000 طن من زيت الزيتون، ونظراً للجودة العالية كان يصدر 5,000 طن إلى العالم، مما بيدخل للبلد حوالي 40 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة. غياب المحصول الجنوبي رح يسبب للبنان خسارة تصدير بأكثر من 8 مليون دولار هالسنة.